بقى العلاج؟ يعني نعالج الظاهرة دي ازاي؟ في 7 خطوات. اول حاجة التخلص من الظاهرة دي عن طريق زيادة الوازع الديني. في ناس بتقول وبتخول الامر ده، ولا يسخر قوم، ما ينفعش تضرب، الحوار اللي يكلمك ادفع الاذى عن نفسك بس ما تاذيش الاخرين، ادفع الاذى عن نفسك. إيه اما تيجي تتكلم تعلي صوتك على البنات، في بنات موجود، ما تعملش كده، اتكلم بصوت واطي. لدرجه ان كان في من الفيديوهات بتاعت التربيه وشفتها في كي جي 2، بتدرس في كي جي 2 في مدارس بره طبعا في اوروبا، فيديو لام وطفل وصاحبته وجارتهم جايه، فهي بتقول له انا ما هكبر انا هتجوزك، انا انت لما تكبر انا اتجوزك. طبعا العيال ما بيقولوش عارفين حاجه، بيقولوا اي كلام ترديد للكلمات اللي بيعملها. فاقول لها لا مش هتجوز، لا وقعد كده. وفي اخر مره لا نو كبيره كبيره كده. الام سابت البتاع وسابت وجت تقول له، قالت له ما تطولش في الكلمه، عيب ما تقول كلمه، قولها بطريقه مختصره وقولها باحترام، ما ينفعش تتكلم البنات بالشكل ده. 5 سنين و3 سنين، هو ده اللي المفروض يتقال. لكن غياب قدوة ولا مدرسين ولا بتاع، خلاص. طيب تاني علاج ممكن يكون التواصل الجيد. احنا في الوطن العربي صراحة، وخلينا اقول لكم الحقيقة دي وما نتكسفش منها، احنا عندنا ضعف في التواصل. ضعف في التواصل، ضعف في الحوار ذات نفسه، ما عندناش حوار. الحوار اللي عندنا ضرب نار، والكلسي في الكلوب، والدنيا بتضرب بعض، كل الناس بتزعق، كل واحد بيتكلم ويقول على وجهة نظر بزعيق كده وبطريقة مش حلوة خالص. لما نيجي نتكلم ان احنا مفيش حوار ما بين الاب، تعرف عيلك في سنة يقولك بين ثالثة ولا رابعة، مش عارف ابنه في سنة كام. الام لما تيجي قدامي وتبقى مش عارفة ابنها بيقول ايه، بمسكها كده عايزة امسكها من تلابيبها كده. اما تبقي انت الام وعينك على ابنك وعارفه الكلام الهيروغليفي اللي هو بينطقه ده، الام اللي عارفه تفك الشفرات اللي العيال بيقولوها. فلما ام ما تبقاش عارفه الكلام ده معنى ايه، ولما ام ما تبقاش عارفه إيه ابنها بيعيط ليه ولا سببه ايه، ده دي كارثه. او احتياجاته ايه، او ما يجي مثلا يقول لها ماما هو انت بتحبيني، دي كلام جمله. ولو تتقالت للام مش بتتقال للاب، عشان الاب بعيد، فالعيل بيبقى لسه عايز ايه، تمهيد ارضيه بينه وبين ابوه. لكن الفتره قبل 12 سنه بتاعت الام، فما يقول الطفل حاجه زي كده كارثه. فالحوار ازاي نتعامل، ازاي نتكلم، ازاي ابقى عندي لغه تواصل جوه البيت ازاي وبره البيت، وايه القوانين اللي في قلب البيت اللي التزم بيها، والحوار اللي اقوله ايه للاب والام، والحوار يبقى طريقته ازاي وشكله ازاي اللي بينه وما بين الاخوات، واللي بره بينه وما بين المدرسين. ثالث نقطة للعلاج للمعلمين بقى داخل المدرسة، ازاي الخطوات اللي بتبقى فيها ردع للطفل المتنمر. ما هو انا لازم اشوف عقاب يا جماعة، انا عايز اشوف حد بيتعاقب هنا. فين العقاب اللي محطوط؟ والعقاب مش ضرب، العقاب ممكن سحب امتيازات، ممكن اعمال بتبقى في الجاردن او البستنة في قلب في المدرسة ذات نفسها، ده شيء طيب. وان هو يتعلم، والطفل الضحية يشوف الكلام ده. 90% من العلاج ان الضحية يشوف ان المتنمر عليه خد جزاء، و 90% من العلاج النفسي. زي ما بيقول المتحرش كده، الضحية يشوف وهو البوليس قابض عليه، او بيشوفه وهو بيتعذر، شوفه وهو بياخد جزاءه، ده علاجه. طيب رابع خطوة للعلاج، لازم نعزز الثقة عند الاطفال. الاطفال اللي هم تم عليهم التنمر والكلام ده، ايه ليه؟ طب ايه نقاط القوه اللي عندهم؟ طب ايه نقاط الضعف ونقويها؟ طب نعزز الحاجات الايجابيه اللي موجوده، مش بس بنركز على علاج نقاط الضعف لا، انا عندي ايه نقاط قوه عشان ابرزها، وعزز السلوك الايجابي اللي عنده عشان يتعزز ثقته بنفسه، فيعرف يرد ويعرف يجابه ويعرف يتكلم، ودي نقطه مهمه جدا. طيب خامس سبب للعلاج او خطوه للعلاج، ان انا اعلم الاطفال نوع من انواع الرياضه اللي بتعزز ثقته بنفسه. ما بقولش اضرب، ما بقولش اتعلم رياضه عنيفه عشان تضرب، وما بقولش كده، ولكن تعلم ادفع الاذى عن نفسك، ازاي تفادي الضربه اللي جايه في خدك ولا اللي جايه في وشك ولا اللي جايه، ازاي تمسك ايد اللي قدامك وما تخليهوش ان هو يعتدي عليك سواء بالضرب، وازاي تعرف ترد، والرد اللي يبقى الرد المسكت. جميل في القران، عايزين نعمل مره حلقه على الردود المسكته والحاجات، حاجات تحفه كده. الرد المسكت اللي في القران ازاي، ويتعلم اسلوب الحوار، الاقناع، حوار الطرف الواحد وحوار المجموعة، ده مهم جدا. ازاي يسكت اللي قدامي بأدب وذوق واحترام، ما يجيش عليا غلطة واحدة.